الاهلي زي ما احنا عارفين بيستعد للماتش ان شاء الله بكره امام حرس الحدود، وخلينا نبقى متفقين يعني اللي هيقول لك الماتش سهل وغيره، لا الماتش مش سهل، حتى لو هنتكلم عن هبوط يعني حرس الحدود بشكل كبير، لكن برضو بيظل المنافس مختلف مع النادي الاهلي. على كل حال هيكون يوم مهم جدا، وطبعا الاحتفاليه المنتظره وغيره وغيره من التفاصيل. بس خلينا نرحب بكريم فاضل الناقد الرياضي زميلنا العزيز. بونجور، صباح الهنا. بونجور، صباح الفل. صباح الفل عليك، منور الدنيا. صباح الفل يا استاذ. تعالى نبتدي كلامنا بالماتش ده وماتش حرس الحدود، وفعلا فكره ان هو هبط رسميا ده هيخليك هتلاعب فريق انجاز التعبير جريح وبيلعبك وهو خلاص مش باقي على حاجه، يعني هيخسر ايه اكتر من كده؟ ناهيك بقى عن ان دي دايما فرصه كبيره لاي فريق بيلعب النادي الاهلي انه يعرض يعني ما يملك من لعيبه مميزه، كل واحد حتى من باب تسويق النفس يعني. شايف الصعوبه في الماتش ده بتكمن فين في حال رؤيتك لاي صعوبات؟ هو مش فكره صعوبه يعني، هي هاخد من كلام حضرتك الجزء اللي انت اتكلمت فيه ان حرس الحدود هيعرض نفسه بشكل كويس او اللاعبين هتحاول انها تسوق نفسها بشكل كويس، ودي حقيقه يعني. الحرس بالرغم من هبوطه عنده مجموعه من اللاعبين يعني قدمت مستويات كويسه جدا جدا، على راسهم طبعا مصطفى زيكو وحامد الجبري واسلام عبد الله، يعني عنده بالاضافه طبعا عنده لاعبين اصحاب خبرات زي احمد شديد القناوي ومحمود بن والي والقاضي، فده يعني هيدي قوه شويه للمباراه، لكن هي محسومه نتيجتها غير مؤثره. الاهلي خلاص البطل، حرس الحدود اوريدي هبط، لكن عايزينها تبقى اجواء احتفاليه بقى بجد. يعني اتمنى ان الجهات الامنيه واتحاد الكره يوافق على طلب النادي الاهلي بحضور الساعه الكامله للاستاد، ده امر مهم جدا. في النقطه دي يعني ده امر مهم جدا عشان خاطر بقى ايه، نشوف زي اي دوله في العالم الجمهور بيحتفل بالدرع، الجمهور بيحتفل باللاعبين اللي قدموا مجهود ومستويات كبيره جدا طوال الموسم، فحقهم ان هم يحتفلوا بفريقهم، وحق اللاعبين ان هم يحتفلوا باللقب وسط جماهيرهم، ما يبقاش 5000 و6000 بس طبعًا. يعني ده اللي انا بتمناه، انما المباراه على الجانب الفني هتشهد نديه، الفرقتين هيلعبوا بدون قيود، ما عندهمش اللي يخافوا عليه. الحرس يعني الحرس مليون تحيه بالمناسبه على الفير بلاي اللي قدمه امام غزل المحله، لان كانت في بعض الاتهامات طالت محمد مكي انه هيلعب بتخاذل وهيريح المجموعه الاساسيه، والكلام اللي حضرتك عارفه واللي حضراتكم سمعتوه بالظبط اللي موجود يعني، ولكن حرس الحدود عمل ماتش عظيم جدا وقدر ان هو يفوز، والفوز ده كانت نتيجته ان للاسف غزل المحله تعرض للهبوط. طيب كريم، خلينا نتكلم شويه بفكره الفنيات او فكر كولر نفسه. ناس تقول لك هو مش لازم ينزل المباراه دي يعني بكامل العدد وان هو يأدي بافضل شكل للاهلي، لان كده كده هو في المقاولين كان ذكي في فكره الروتيشن وادى فرص لبعض اللعيبه اللي هنقول عليهم بدلاء، ولكن كان في اعطاء فرص برضو بشكل مهم، وده على فكره مطلوب بالطبع. هل ده ممكن برضو يطبق ان شاء الله غدا في حرس الحدود؟ لان انت مش محتاج السكواد الكامل بتاعك ينزل بكامل قوته، انت بتلعب ماتش الفوز فيه برسنتج اعلى بكتير، نسبه اعلى بكتير، فانت مش محتاج تقدم طاقة كبيرة أو مجهود كبير على الأرض، أنت مع أنهي سيناريو؟ طيب خلينا نتفق اتفاق كده إن كولر بالفعل قدر إنه يوصل إن منظومة النادي الأهلي ما تتأثرش بغياب أي لاعب. متفقين على ده؟ طبق الأهلي بمن حضر بالحذافير يعني. بالظبط. طيب حتى مباراة المقاولين شفنا لاعب زي رامي ربيعة، لاعب زي أحمد نبيل كوكا، طاهر محمد طاهر، كانوا بعاد لفترات كبيرة وبيشاركوا لمدة قليلة وبالطبع معاهم محمد الضوي كريستو. على ارض الواقع لا، قدموا، كان كوكا افضل لاعب في المباراه طب از توتال يعني. ده هيحصل تاني. كريم الدبيس قدم مباراه عظيمه جدا في مركز الباك ليفت. كولر هيستمر في اعطاء الفرص لبعض اللاعبين، في نفس الوقت بيحافظ على الشكل العام داخل الملعب، ودي ابرز حاجه هو بيعملها، ان الاهلي فعلا بمن حضر، الاهلي بيطبق طريقه اللعب اللي هي التيكي تاكا المصريه، التمريرات الكتير، الاختراقات من العمق احيانا ومن الطرفين، واستغلال مهارات بعض اللاعبين زي بيرستاو لو بيلعب، محمد كريستو لو بيلعب، الناحيه الثانيه احمد عبد القادر او حسين الشحات او طاهر محمد طاهر، حتى في الهجوم محمد شريف كهربا، احنا ما بقيناش نشوف اي فرق، الاثنين متالقين وبيسجلوا وماشيين بشكل كويس جدا. لو هو ممكن يغير شويه بينزل خالد عبد الفتاح في مركز القلب الدفاع وبيحول محمد فخري لمركز الباك رايت. طيب ما دي حاجه عظيمه جدا ان انت يبقى عندك لعيب جوكر بيلعب في اكتر من مركز زي فخري او زي خالد عبد الفتاح بالتحديد، بما انه عمل الروتيشن ما بينهم داخل الملعب. فده كله كويس جدا لصالح النادي الاهلي، وبالتالي
مش هتحسي بفرق كبير فنيا. في نقطة برضو مهمة أعتقد إن كولر بيفكر فيها، إحنا داخلين على عدد كبير جدا من البطولات في الفترة المقبلة، وعندك كأس مصر طبيعي أنت هتشارك فيه، فلازم يكون اللاعبين يعني بدنيا جاهزين. طيب اللاعب المصري للأسف لما بيغيب لفترات معينة من المشاركة المستوى البدني على الأقل بيقل جدا، فكل الراع ده بشكل كبير قوي، ودي نقطة تحسب له، بجانب ان هو طبعا عاوز يعمل ريكورد وده حقه وحق اصيل لاي مدير فني او اي فريق في العالم، ان هو عاوز يوصل لل 90 نقطة اللي ما فيش حد وصل لها قبل كده. طب بالظبط. طيب دلوقتي يعني لما كولر اكتر من مرة شفناه بيغير المراكز بتاعة لعيبة معينة، تمام، تعتقد انه بيعمل كده، وانا مش بتكلم على فكره الروتيشن كمبدا، انا بتكلم على التفصيله دي تحديدا، فكره انه يخلي لاعب ليه باع طويل في مركز بعينه فيغير له المركز ده، فكرك هو بيعمل ده على سبيل التجريب يعني بيجرب اللعيبه ممكن يادوا ازاي في مراكز تانية غير مراكزهم الاصليه، ولا بيعمل ده على سبيل تدريبهم على التواجد وعلى الفاعليه في مناطق هم مش المعتاد ان هم يكونوا موجودين فيها؟ طيب انا هقول لحضرتك على حاجه، يعني انا كان نفسي حد يسالني السؤال ده، يعني حتى وهو حصل يعني ده ليه عشان انت ابن حلال مصطفى جدا، وعشان كريم وكريم يعني في كميه كرم كبيره قوي على الحلقه. لا الحقيقه ان كولر بيعمل حاجه يعني بصفتي يعني الناس بتعتبرني واحد من المحللين يعني في المجال، كولر بيعمل حاجه جميله قوي قوي للاسف ما فيش ناس كتير بتتكلم فيها، اللي هي يا فندم كولر حط احمد نبيل كوكا في مركز 6 وحط ديانج اللي هو اساسا بيلعب 6 في مركز 8. طب ده كان الهدف منه ايه؟ الهدف منه كان السكند بول، السكند بول لان ديانج اقوى من كوكا في الضغط، بيقدر يقطع الكوره في اماكن قريبه من مرمى المنافس او في نص الملعب بتاع المنافس بالتحديد، بالتالي بتكسب بوزيشن كويس قوي، يعني تفصيله صغيره جدا جدا مسهل جدا ان هو يلعب الطبيعي، الطبيعي ان ديانج يلعب 6 وكوكا يلعب 8 قدامه، لا هو عكس في مركز الاثنين في مباراه المقاولين علشان خاطر يستفيد من دي، يعني حتى ديانج استفاد بدوره من الحكايه دي لا وايه ومين اللي مرر له الكوره؟ كوكا هو اللي مرر له الكوره وديانج هو اللي سجل، ودي كانت نقطه تحسب لكولر بشكل يعني بصراحه مش عايز انا قلت يعني مع حضراتكم هنا كان وصف كده وزمايلي ساعتها قعدوا يضحكوا عليه، ان انا قلت ان كولر هو تيد لاسو الكره المصريه. هو تيد لاسو وليه ضحكوا يعني الناس؟ عشان يعني قال لك مبالغ في مش مبالغ، عشان ده مسلسل كوميدي وانا بحبه قوي فربطت بين الشخصيتين. لا عايزي على فكره يعني لا ده كولر افضل طبعا، يعني كولر مدرب هو نميس قوي، يعني هو ذكي جدا في الملعب، ذكي جدا. هو زي ما اطلقوا عليه كذا حد من الصحف كانت تقول لك فعلا معلم، يعني هو جاي كولر من المديرين الفنيين اللي قبل ما يجي، يعني في مديرين فنيين بيجوا وبعدين بيبتدي يبان شغلهم يدرسوا الموقف والجماهير، الراجل ده قبل ما يجي دارس النادي الاهلي ودارس جماهير ودارس الصحافه المصريه بتتكلم ازاي وبتكتب ازاي وغيره، هو جاي فاهم كل ده، فده ذكاء يعني استعداد قبل الاستعداد، فلا بجد. طيب هقول لحضراتكم حاجه راجل رائع، حاجه حصريه انا عملتها في شغلي لما الاهلي فكر انه يتعاقد مع مارسيل كولر، انا تواصلت بشكل شخصي مع تشابو سات، ده واحد من نجوم منتخب سويسرا في العصر الذهبي يعني. اوكي. اتكلمت معاه بما انهم لعبوا مع بعض فترات طويله جدا، ووصف لي كولر وصف عبقري، قال لي كان مدرب وهو لعيب. يا سلام. يعني هو كان مدرب وهو لعيب. يانكو مهاجم منتخب النمسا قال عنه انه هو افضل واحد اتعامل معاه على الجانب النفسي. ده حقيقي. لان يانكو كان عنده مشاكل انه كان بيلعب في استراليا وكان ما بيقدرش يتواجد عشان خاطر طول المسافه بشكل كبير في المعسكرات. كولر قعد معاه اقنعه انه ينتقل لدوري تاني يكون متواجد في اوروبا بحيث ان هو يكون قريب، يعني هو ما بيشتغلش بس على الجانب الفني. اوكي. بيتعامل مع كل لاعب، واعتقد ان ده بيحصل، يعني انا بعيد عن الفتره الاخيره عن النادي الاهلي. بيحصل لان احنا شايفين له انعكاسات، انت في تطوير ملحوظ في مستوى وحتى في الحاله المزاجيه والنفسيه اللعيبه كتيره. بص يا فندم، في فرق بين اللياقه والرشاقه.
يعني ممكن تكون لياقتك بتقول بدل. حكم الله كريم. والله العظيم صحيح كريم ده كتير كويس جدا اللهم صل على النبي. الحاجات دي بتتحسب بقى. لا الاهلي بيلعب برشاقه اكتر منها لياقه، يعني اللاعب بيبقى فري كده تحس انه فراشه في الملعب، دي حقيقه. أيوه. يعني أيوه. لعيبه النادي الاهلي ما شاء الله يعني المستوى البدني مرتفع للغايه. وده يمكن عنصر هام جدا وحاسم في مباريات كتير، يعني على راسها طبعا كانت مباراه الرجاء، مباراه الوداد، حتى مباراه الزمالك. وليها انعكاسات يا كريم زي ما انت قلت في الاول، الانعكاس النفسي والجاهزيه النفسيه والجاهزيه البدنيه والفنيه وغيره. يعني في كان مديرين فنيين، انا لو هتكلم عن النادي الاهلي تحديدا، كانوا بيركزوا على الشق البدني فقط، ولكن او الاداري فقط، لكن انت عندك راجل فعلا الشق النفسي باين جدا، لان كان في لعيبه مستواها منخفض، في لعيبه جات لك من الاصابه، في لعيبه ما فازتش مثلا ببطوله كان الموسم اللي فات فنفسيتها مش افضل شيء، فانت عندك اسباب متعدده اثرت في نفسيات لعيبه مختلفه، لكن انت فكره انك تخلي كله بنفس المستوى الجاهزيه النفسيه والفنيه، هو مش اي حد بيقدر على ده بالمناسبه. دي حقيقه لا تقبل النقاش، بالاضافه الى ان اختيارات النادي الاهلي في الفتره الاخيره من الصفقات سواء الاجانب او المحليين، اللاعبين بتتمتع بشخصيه، الشخصيه دي بتنعكس عليهم، وابرز مثال طبعا مروان عطيه. يعني ما كانش اللي هو، يعني هو في الاتحاد كان لعيب عظيم وكبير جدا، بس ما كانش بالنجوميه والزخم اللي هو ايه ده انه بيلمع. لا في النادي الاهلي لمع بشكل سو شايننج براق جدا. قدر ان هو يحجز مكان اساسي، بالرغم ان طبعا يعني احنا حتى الفتره اللي جايه هتشهد قوه كبيره جدا جدا في خط الوسط طبعا، يعني بعد الصفقات وعوده بعض اللاعبين المحتمله. بالاضافه لعوده لاعب انا شايف ان هو من اهم وافضل اللاعبين في مركزه في قاره افريقيا مش في مصر، اكرم توفيق. اكرم يعني ربنا يبعد عنه شر الاصابات، هي قدريه طبعا لا اعتراض في ذلك، ولكن اكرم لعيب كوره من الطراز الرفيع، وبعدين وجوده اضافه قويه جدا في اللعب جدا، بلس ان هو عنده امكانيات مهاريه مش طبيعيه. طبعا. وعنده قوه وعنده جلد وعنده تحمل، قاطع كرات ودستروير من الطراز الفريد. انا يعني انا بشكل شخصي مقتنع تمام الاقتناع انه لو لعب في مركزه هيكون رقم واحد في افريقيا كلها. هو ما شاء الله عليه الحقيقه، وبرده كلمه حق لازم تتقال في حق محمد هاني كمان. طبعا يعني طبعا محمد يعني عامل شغل رائع. كابتن احمد صالح واحد من نجوم الزمالك طبعا المحترمين جدا، كان بيجمعني بمكالمه تليفونيه وبنتكلم على مركز الباك رايت، قال لي افضل لاعب في مركزه خلال الثلاث سنين الاخيره على الاقل هو محمد هاني، في الوقت اللي كان بيتعرض فيه للانتقاد. وكان بياكد بيقول لي عنده امكانيات الباك رايت كلها، ودي حقيقه لازم اقولها. بالرغم من الانتقاد ليه، احنا عمرنا ما لمحنا اي تاتش مثلا ايه تراخي من محمد هاني، يعني في بعض فاهم قصدي، يعني المفروض ان هو قاطع على الناس سكه النوع ده من التعليقات السلبيه، الراجل عامل اللي عليه وزياده. هي دي حقيقه، ولكن في بعض اللاعبين وارد جدا، يعني اكبر اللاعبين في العالم بيبقى الدي اوف بتاعه فما بيبقاش احسن حاجه، ولكن انت يعني احنا تعودنا من النادي الاهلي انك ما بتتعاملش بالقطع، يعني مش هتحاسبه على أدائه في مباراة، بتتكلم في مجمل، يعني بطولة، موسم كامل، ده اللي احنا تعودنا منه. بالذات لو احنا عندنا تحفظ في مباراة، بس في المقابل في 100 مباراة تانية مولع فيها الدنيا. وعندك كريستو، عندك كندوسي، يعني وعندك أسماء كتير، وكوكا، يعني أسماء كتير لمعت كمان مؤخرا بصراحة لما خدت فرصة. إن شاء الله يعني في لاعبين آخرين هتاخد فرصة، أنا متأكد إن هم هيقدروا يثبتوا جدارتهم. يعني بنسمع عن زعلوك بيقولوا كلام كويس جدا، انه ماشي بشكل كويس جدا في قطاع الناشئين، لسه عبد الرحمن رشدان برضه في قلب الدفاع. محمد مغربي مقدم موسم جيد جدا مع سموحه، وارد انه يرجع، وارد ان هو حسب رؤيه كولر هل هو محتاجه في مركز قلب الدفاع. في نظريه عالميه بتقول في كره القدم ان لازم يكون في حد من قلب الدفاع بيلعب برجله الشمال، يعني مؤخرا خلاص ظهرت مع بيب جوارديولا طبعا ونظرياته وفلسفته الكرويه، ما كانش موجود كتير في الكره المصريه، ولكن لو حتى رجعت بالتاريخ هتلاقي برضو الموضوع ده موجود من ايام كابتن محمد يوسف في التسعينات لما كان بيلعب قلب دفاع وهو بيلعب بالقدم اليسرى يعني. اوكي. طب فكره ان في زمن قياسي لم يتعدى 10 11 شهر النادي الاهلي خد 5 بطولات كبيره وتقيله، لا وجميل بقى، شهر 4 بطوله، شهر 5 بطوله، شهر 6 بطوله، شهر 7 بطوله، يعني الاستدامه دي في الحصول على البطولات في زمن نقدر نقول عليه زمن قياسي مع كولر. الحكايه دي او الواقع ده بيقول ايه؟ بيقول ان كولر حد مميز قوي، ولا بيقول ان لعيبه النادي الاهلي والسكواد جاهز دايما ويقدر يدي مفعول او يعمل مردود محترم
في حال وجود حد كويس في الإدارة الفنية؟ يعني إيه اللي تستشفه من الواقع ده؟ طيب على ذكر الجمل والحكم اللي أنا بقولها بقى، يعني بتقول إن الإدارة الحقيقية والإدارة الصحيحة تساوي بطولات. النادي الأهلي منظومة ناجحة جدا إداريا، بالتالي هو المكتسح البطولات كلها، في استقرار إداري، في تحديد أدوار، كل واحد عارف دوره إيه. يعني يكفي ان رئيس النادي الاهلي الاسطوره محمود الخطيب، او كابتن محمود الخطيب سوري، موجود في البعثه مع النادي الاهلي في كازابلانكا، ورئيس البعثه هو كابتن حسام غالي. طب هو اللي واقف على المنصه بمنتهى الاحترام والشياكه. ده بتقول حاجات كتير قوي، بتبقى تفاصيل صغيره جدا جدا جدا، ولكن فحواها قويه جدا جدا جدا. الاداره السليمه دي انعكست على الجهاز الفني، في استقرار الجهاز الفني زي ما بيقولوا كده مشجعي الفرق المنافسه للنادي الاهلي، موفر له لبن العصفور. وهي الحقيقه مش كده، يعني انت لو بصيت ان في فرق عندها لاعبين ممكن تكون افضل من لاعبي النادي الاهلي في مركزها، ولكن الاهلي كمنظومه جماعيه افضل من اي فريق اخر، وده اللي بيفرق النادي الاهلي عن باقي الفرق. النادي الاهلي النجم هو الفريق، مش النجم هو اللعيب. حتى لو انت جيت يعني اي كده وفكر، هو مين كان افضل لاعب في الاهلي الموسم ده؟ هتلاقي خمس ست سبع اسماء فعلا، في كذا حد. انما سهل جدا تقول في اي فريق اخر، سهل جدا. يعني احنا قلنا حرس الحدود هتلاقي مصطفى زيكو، الداخليه سمير فكري، انا بكلمك على الفرق اللي هي في المستوى يعني اقل من النادي الاهلي. ولكن في النادي الاهلي ممكن تقول محمد شناوي، تقدر تقول محمد عبد المنعم، تقدر تقول اليو ديانج، تقدر تقول مروان عطيه اللي جه في يناير، تقدر تقول كهربا، تقدر تقول حسين الشحات، تقدر تقول كل الاسامي. على فكره بدليل ان في اخر شويه ماتشات كده كل يعني كل ماتش منهم بيبقى رجل المباراه لاعب مختلف. يعني حتى محمد مجدي قفشه مباراه الاهلي والزمالك قدم مباراه رائعه، يعني كان احسن حد بيتحرك في المساحات واسيستاته وكره في القائم عالميه. بس ان هو تتخيل ان محمد مجدي قفشه هو اكتر لاعب قطع كرات في مباراه الاهلي والزمالك، يعني قدم الواجب الدفاعي بتاعه 100% بدون غلطه، وده كان مهم جدا للاعب وسط بيلعب، بما ان النادي الاهلي بيلعب 4-3-3، ما كانش بيلعب 4-2-3-1. فده يعني دي حاجه تحسب لقفشه وتحسب للنادي الاهلي وتحسب لكوره. فتعالى بقى قيس على ده محمد هاني، حتى محمد هاني واحد من نجوم الموسم، علي معلول من نجوم الموسم. فصعب جدا انك تحدد لاعب واحد وتقول ان هو ده افضل لاعب في النادي الاهلي. لا، الاهلي كله هو الافضل. هو كولر والله كمان، يعني من وكولر والطبيب النفسي والمعدين وميشيل يانكون، كلهم بدون احنا بص يعني اعتقد الكلام احنا بنقوله ده الناس كلها متفق عليه فعلا، لان هو واضح زي الشمس. الكل احنا لسه معانا ملفات كتير، هنروح بس فاصل سريع جدا مع حضراتكم وهنرجع نكمل. اهلا بحضراتكم مره تانية، رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع الاستاذ كريم فضل الناقد الرياضي اللي منورنا في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. وعايزين نرجع نكمل كلامنا شويه برضو عن كولر، واحنا عارفين ان انت يعني تكاد تكون دارس الشخص ده وعندك كتير من تفاصيل خلفيته، تحب تقول لنا ايه منها؟ لا، هو مش فكره دارس بس، يعني انا كان بالنسبه لي تجربه جديده جدا ان النادي الاهلي يتعاقد مع مدير فني من سويسرا، مدرسه جديده على النادي الاهلي. والاهلي دايما عودنا برضو ان هو مش بيجيب اي حد. فحاولت ان انا اتتبع الموضوع كده بحكم شغلي كصحفي يعني، وتواصلت مع اكتر من حد في سويسرا ولاعبين في النمسا وزملاء سابقين له، وقدرت اكون شخصيه عن مارسيل كولر. النشأة بتاعته الفقيرة أثرت فيه بشكل إيجابي، يعني في ناس حضرتك عارف إن ممكن الفقر يوديهم في سكة تانية، لكن هو نشأ في حي فقير جدا وفي أسرة فقيرة ومارس كرة القدم من سن صغيرة. تحس إن سويسرا ما فيهاش مساحة لوجود فقراء. ما دي كانت أصلاً غريبة جدا، يعني كانت الفكرة نفسها غريبة، حد سويسري فقير كده برضه، يعني ما ورثلوش نص بنك ولا حاجة، البلد كلها غنية وأنت اللي طلعت فقيرة. لا، هي دي ممكن يكون فقير بمقاييس سويسرا، يعني مليونير هنا حاجة كده. الموضوع علمه الجلد والتحمل، و في كرة القدم كده المدربين المميزين بتلاقيهم مثلا بيبقوا اغلبهم مدافعين، لعيبة وسط، مدافع، حراس مرمى، اللي هم اللاعبين اللي بتهتم بالجزء التكتيكي اكتر. اشتغل مدرب مساعد وهو لاعب، دي فرقت معاه كتير جدا. خد تجارب مش كبيرة
في فرق في المانيا زي بوخم. تدريب لا هو على المستوى الاحترافي ما لعبش بره سويسرا يعني. و في يعني اتذكر ان كان جروس المدير الفني السويسري المعروف كان بيتكلم مع الاداره ان وهو كولر لسه لاعب انه يجدد في سنة من السنوات عشان خاطر يستفيد منه داخل غرف الملابس وداخل الملعب، لأنه بينقل التعليمات لزملائه بمنتهى الاحترافية. فكانت فرقة كتير جدا لو أنت مدير فني وعندك لعيب ذكي قوي كده. كده واضح إن التعامل النفسي عنده حاضر بقوة حتى من هو لاعب. جدا. أنت تعرف إن هو اللي غير مركز ديفيد ألابا مع منتخب سويسرا من 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 ظهير أيسر إلى لاعب وسط. وكان ألابا يعني مش متوهج، ده بوم يعني منفجر مع منتخب النمسا، وقدر إن هو يكون واحد من الهدافين. دي حاجة تحسب له إن هو يبقى عنده فيجن، عنده ازاي ان انا احول لاعب من مركز بعيد جدا عن خصائص صناعه اللعب وكلاعب وسط يعني العبه في المركز ده، بالاضافه ان هو اكتشف اكتر من لاعب. يعني هو دايما عنده رؤيه، دايما باصص لقدام، دايما عنده طموح، وده احنا شايفينه في الفتره الحاليه. يعني كله يقول لك طب ما يريح كذا، طب ما يعمل كذا. لا انا بلعب علشان اكسب. حتى الفيديوهات اللي اتعملت في بطوله افريقيا بعد المباراه الاولى امام الوداد لو تتذكر، كان خلاص ايه يعني المباراه، احنا كسبنا 2-1 هنسجل هناك، كان متاكد من اللي بيقوله ان احنا هنسجل هناك، وقد كان. يعني الاجيال القديمه شويه هتتذكر فايتسا المدير الفني الالماني. فايتسا كان مدير فني رائع، كان محقق بطولة العالم مع منتخب ألمانيا تحت 20 سنة، وده إنجاز طبعا كبير ويذكر في الوقت ده. فايتسا جه مصر عمل طفرة، عمل ثورة في كرة القدم، يعني غير طريقة اللعب بشكل كبير جدا، ورجع لمركز الليبرو، رجع للثلاثة ورا اللي أخذها كابتن محمود الجهري رحمة الله عليه، واستفاد منها في تصفيات كأس العالم 90، ولعب بيها لفترات طويلة جدا جدا جدا. لو حضرتك تتذكر كان في الوقت ده كل الفرق المصريه والمنتخبات بتلعب باثنين قلبين دفاع او باربعه في خط الظهر. هو جه قال لك لا انا هلعب. الناس بتعتقد يا استاذ كريم ان ثلاثه ورا دي بطريقه دفاعيه. لا بالعكس، ده انا بحرر الظهرين بتوعي، بخليهم يطيروا ينطلقوا للامام ويشاركوا في الهجوم. بالظبط. وهو اللي رجع الطريقه دي كل فرق مصر والمنتخبات المصريه رجعت لنفس الطريقه علشان خاطر مدير فني الماني اسمه فايتسا اشتغل عليها. لما كولر جه مصر 4-3-3 اكم من مدرب حاول انه يشتغل عليها في مصر سواء مع الاهلي او فرق اخرى وما نجحتش، لان كله كان في الوقت ده بيدور على رقم 10 في مين اللي هيصنع اللعب. لا كولر جاي بعقليه اوروبيه صرف، عقليه اوروبيه بتقول ان اي لاعب في ثلاثي الوسط يقدر يكون صانع لعب. لا مش بس كده، ده يقدر يكون صانع اللعب بتاعي هو الجناح، وده عمله مع بيرستاو، ما عمله مع حسين الشحات. مش فكرة ان هم بس بيسجلوا، لا ده هيصنعوا. عملوا مع محمد هاني ومع محمد عبد المنعم، وعملوا مع ياسر ابراهيم اللاعب اللي كان بينتقد ان هو كورته مش احسن حاجة ومش عالية، شفناه بيعمل اسيست عظيم قدام الزمالك لمحمد هاني، ومحمد هاني شاطر. طيب يعني هل كل المعطيات والمؤشرات دي ما تقولش ان مارسيل كولر ده مدير فني كلاس ايه؟ ده ممكن تقارنه بمانويل خوسي، وربما لو كمان استمر المانويل على هذا الشكل ممكن يكون افضل. يعني هو كمان في نقطه تحسب له على مانويل جوزي، اللي هي مانويل جوزي كان معاه لعيبه يعني كواليتي نادر الوجود. هو كولر طلع افضل ما لدى لاعبيه، يعني زي ما قلنا محمد هاني، زي ما قلنا ياسر ابراهيم، زي ما قلنا حمدي فتحي. من كان يتخيل ان حمدي فتحي يبقى هو الجوكر بتاعه الهجومي مش الدفاعي؟ حمدي الداشنج التاكلينج القوي جدا، الراجل اللي بيقطع وبيتزحلق وبيعمل مجهود بدني كبير جدا عشان يدافع، هو اللي كان بيهاجم وبيصنع وبيسجل. يعني طبعا بس هو يعني في الماتشات بنشوف اداء جماعي، وعلى فترات بنشوف ايه حركه لطيفه، لفته حلوه من واحد من اللاعبين اللي هم الموهوبين. احنا عندنا اكتر من لاعب عندهم التركايه بتاعت عارف شغل اللعب الحواري بتاع زمان. أفشة يجيد النوع ده من اللعب جدا، عبد القادر يجيد اللعب ده جدا، ومع هذا مش بنشوف الا لمحات دي كتير.
ليه في رأيك؟ علشان خاطر اللعيبه دي عارفه ان انها بتلعب وفق منظومه، المنظومه بتقول ان نسبه الخطا لازم تقل جدا جدا ان لم يكن تنعدم، يعني لو الخطا انعدم. هي الاهداف بتسجل ازاي يا استاذ كريم؟ الاهداف بتسجل رقم واحد اخطاء منك، يعني قلب الدفاع بتاعك الوسط الحارس يخطئ بالتالي يتم تسجيل فيك، او مهاره اوفر من المنافس، او جمل تكتيكيه بيتم تحفيظها والتدريب عليها. طيب لو انا كلاعب حاولت ان انا ازودها النتيجه هتكون عكسيه وسلبيه، صح ولا لا؟ بالمنطق اللي انت بتتكلم بيه ماشي بالظبط. يعني ممكن برضه حرفنه اللعيبه المفروض تخدم على الفريق، ما هو بيستغلها، واحنا طول عمرنا متعودين ده، يعني في الاهلي متعودين ان الجانب المهاري موجود ولكن بيتم توظيفه للصالح العام او للجماعيه. ايه المانع انها تمشي؟ يعني مثلا زي حسين الشحات، حسين الشحات من اللعيبه اللي تقدر تعمل ده كويس جدا في ثانيه، بيكلفت المدافع وبيرقصه وبجون. بيرستاو بيعمل ده، كهربا وشريف حتى، يعني شريف في الهدف اللي سجله في مرمى المقاولين ده في شغل جميل جدا، انه ازاي ياخد بوزيشن وازاي يعمل الجامب على الكوره، وخصوصا معروف ان شريف مش مميز قوي في العاب الهواء، مش هادر يعني. ما هي دي مهاره، ما هي دي مهاره. طب مش المهاره بس ان انا اعدي واحد على واحد، لا، قصدك في مهارات جديده بيتم اكتسابها واكتسبها اللعيبه وظهرت بشكل كبير بالظبط، يعني بالظبط. برضو تاكيدا على كلام استاذ كريم، هي المهارات دي بتظهر، بس احنا بيهمنا في يعني او الاهلي يعني بيهمه النتيجه، بيهمه الفاينل ايه. يعني في ممكن تقعد تعمل عبد القادر يعمل عنده استعداد يرقص 3-4 لاعبين، بس انا كمشجع او الحاجات دي برضو بتاخد اهات البعض من الجمهور، والبعض الاخر بيقول لك بقى كفايه بقى. ها يعني هي مشكلتنا اصلا لو انت فاكر احنا كنا بنتكلم بقى لنا فتره في الفينال الفاينل تاتش بتاعنا، كان عندنا فياز وانت كنت بتلعب كويس جدا وبعد كده الفرصه بتروح، بدليل ان لسه الجمهور برضو يعني بيقول احنا عايزين مهاجم قوي جدا تارجت، بس عشان الصوت قل، يعني الطلب ده قل شويه في الفتره. الفوز دايما بيسكت اي صوت. الفوز والاداء يا كريم برضو اللي ما فيهوش تقصير الى حد، لا بالظبط، ما فيش حد. يعني انت تشتغل على اثنين روس حربة، شريف وكهربا، اثنين بيأدوا، واحد في فترة قليلة جدا يعتبر من أكثر اللاعبين تسجيل الأهداف مع مارسيل كولر، محمد شريف هداف النادي الأهلي فعليا في الدوري ب 11 هدف، وكان يقدر يعني لو الأهلي مثلا كان، بس شوف النظام بقى دي كويس إن احنا اتكلمنا في النقطة دي، كان سهل جدا إن شريف يطالب إن هو اللي يشوط الكورة بركلة الجزاء ويرفع رصيده ال 12 عشان ينافس على لقب الهداف الدوري، لا، كولر محدد مين هيشوط، طاهر محمد طاهر، وده طبيعي طبعا، خلاص محمود كهربا مسك الكوره قال له طاهر، مش دوره يعني، هو في ترتيب معين بالظبط. ده دي شخصيه وده نظام. السويسريين معروفين ان هم يعني صعبين شويه في التعامل، لكن كولر ما تحسش انه سويسري خالص، لا، راجل لطيف جدا، مبتسم، ذكي جدا، حتى يعني نرجع برضو لفكره الميموريز بتاعته. لما تاهل ليورو 2016 مع منتخب النمسا، دخل اكتر من مره جايب عيش فرنساوي بياكله على الهوا في المؤتمر الصحفي، لابس برنيطه، لطيف خالص وفريندلي قوي مع وذكي جدا، ذكي جدا 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 في التعامل مع الصحافه ومع في المؤتمرات الصحفيه. يعني دي برضو من النقاط الجميله لو تتذكروا المؤتمر الصحفي الشهير بتاع مباراه الوداد وقدرته الرائعه على الرد على الصحفيين المغاربه، زائد ان هو اختياراته حتى لمين يحضر معاه المؤتمرات الصحفيه بتبقى ذكيه جدا. يعني لو انا عايز اشيل الضغوط من على احد اللاعبين عندي بروح جايب لاعب ثاني، مش شرط يكون قائد، وعملها مع محمد فخري وعملها مع اكتر من لاعب. دي يعني حاجات نقاط كده هنستدل بيها كلها ان احنا عندنا مدير فني رائع في مصر اسمه مارسيل كولر، لازم مدربين وانديه مصر تتعلم منه الحقيقه. يعني هو كمان وجوده بالخصائص الشخصيه بتاعته وخلفيته الاحترافيه يعني في حتته الحقيقه زود من ثقل النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي طول عمره، بس يعني قصدي اقول لك في اوقات معينه بتحس ان الواقع ده متحقق قوي لما تقول عليه فريق تقيل. حلو قوي. هي فعلا الاهلي فعلا دلوقتي فريق تقيل، فريق تقيل فنيا وفريق تقيل يعني داخل الملعب. يعني اوسيريو مدير فني نادي الزمالك قال لك النادي الاهلي اقوى فريق في مصر، يعني يعني دي شهاده من المنافس. انت عاوز ايه اكتر من كده؟ انا عجبني التصريح ده جدا على فكره. لا اصل يعني مش هيجامل، اصل دي حقيقه، اي حد بيقول كده وما تعودناش على التصريحات دي تحديدا من مديرين فنيين في الزمالك بالظبط، يعني لان كان في بعض المديرين الفنيين وحتى بعض الاعلاميين يقول لك احنا الاهلي تعادل
مع الزمالك الشوط الثاني 1-1 وحاجات صحيح حاجات صحيح. عجيبه كده بتطلع. وماله الكلام سهل يعني مش مشكله. احنا وقتنا خلص يا دوب، نلحق نشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا في حلقتنا. انا اللي بشكركم على انكم بتتيح الفرصه ان يكون القعده كده لطيفه وفريندلي قوي مع في برنامج رياضي، دي حاجه مش قلما نراها يعني. ربنا يخليك. نورتنا يا كريم، ونشكر حضراتكم اكيد انا وكريم برضو على متابعتنا. نشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه نهايه الاسبوع 10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.